لاعب رائع جدا على الطرف، يعمل شغل عالي جدا. حسين شحات داخل جوه، داخل جوه، لعبة عرضية خطير 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 خطير، يا نهار ابيض، وايه وضرب الجزاء، وضرب الجزاء، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، هيرجع للفار، ما تقلقش يا اسامة يا جلال، هيرجع للفار، هيرجع للفار، هيرجع للفار جدا. نشوفها مع بعض، ادي حسين الشحات، وادي مرة تانية العرضية تضرب، وايه لكن تكملة عمرو السولية روعة. نشوفها كمان مرة اهي، كمان مرة اهي، ايده بعيد عن جسمه، يعني من وجهة نظري زي ما انا شايفها كده من عندي، لكن الفار يشوفها افضل مني 100 مرة. هيروح يشوفها، هيروح يشوفها، واحنا كمان نشوفها كمان مرة مع بعضينا كده. هل هو هيرجع للكورة بتاعت محمد حمدي وبيرسي تاو ولا لا؟ هيتكلم على لمسة اليد. ادي العرضية بتاعت السولية، وادي ايده، وادي ايده، انا شايفه انها ايده الحقيقه يعني، لكن امين عمر يشوف احسن من اصلا، عمرها ما هتنزل في الارض كده لوحديها ابدا يعني. امين أبداً. عمر ياخد القرار النهائي، القرار النهائي، حسبها في صدره. يبقى احنا هنا طبعا هي ابعاد الكوره وابعاد النظر صعبه جدا الحقيقه، الحكم عليها لازم يكون حكم يقرب ويشوف بوضوح شديد جدا، لان في الحقيقه خداع رؤيه كبير جدا في الكور اللي زي دي. هو اعتبر ان هي ضربت في صدره ونزلت على الارض، انا كنت بتكلم ان هي مش هتنزل على الارض لوحديها فعلا، فهو بان انه فتح ايده، لكن هو الكلام ان هي ضربت في صدره مش في ايده. خلاص يبقى هذا هو قرار امين عمر بعد ما شاف الكوره انتهينا، وبالتالي هي